كتبت مقال بعنوان الفلاحون وجشع التجار. مشيت هناك ودخلت المكتب واستناني رئيس التحرير، طبعا بشوفه في الجريدة، اسمه الأستاذ الأمين كرار. أستاذ الأمين لكن كرار ما بعرفه، ما بتعرف شخصيا، ما شفته. دخلت والورقة ماسكة في يدي وكده، سلمت عليه وقلت له أستاذ الأمين يعني كتبت حاجة، قلت له أيوه لو بقت تستحق يعني أرجو أنك تنشرها. تنشرها أيوه. قال لي كويس وأنا واقف يعني بس. الاثنين طلعت. أوكي. أنا قدمتها يوم الجمعة. يوم الجمعة؟ كان يوم الجمعة. أوكي، طلعت على طول. في الجريدة بتطلع كله؟ يومياً. أيوه. أوكي، طلعت يوم الاثنين. أيوه، اسمها الوحدة طبعاً. صفحتين ولا ثلاث صفحة عربي هي وثلاث صفحة كده هناك. أيوه. أظن. نتذكر السنة كانت كم؟ يعني كم وستين؟ تقريباً 62 كده. وكنت أقول لمحمود ياقوت أنا عاوز ألتحق بالثورة. يعني أنا ما حددت يوم. أيوه. كده. بس أنت عارف إنه هو عنده علاقة. يعني أيوه. حسيت يعني. حسيت إنه عنده علاقة. أيوه. و أقول له كده كل ما أجي أشرب معه شاي. أيوه. وكده. فيقول لي والله كويس يعني مثلا يعني انت ذاته يعني مش انت، قال لي ما قاعدين يطلع شباب كلهم يعني. دي المناطق العسكرية اللي تكونت في سنة 65، كل منطقة عسكرية عندها قائد. أيوة. وعندها نائب. أيوة. وعندها مسؤول فدائيين. أيوة. وعندها مسؤول مالية. وعندها قضاء. 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 أيوة. وعندها جهاز صحي. وأمن. مسؤول صحي وأمن. أمن. دي كلها منطقة. المنطقة الأولى قائدة ديناي مثلا. المنطقة أيوة. الثانية قائدة عمر إزاز. أيوة. شهيد عمر إزاز. المنطقة الثالثة عبد الكريم أحمد. الرابعة أيوة. محمد علي عمرو. أيوة. وبعدين جاءت الخامسة يعني دي كان فيها ولدائك أحسن. دي هي المناطق العسكرية. فقال لي حتمشي المنطقة الثانية اللي هي أقرب لي. أيوة. منطقة سنحيتية. أيوة. كده. أيوة. حسي يقال عنها عنسبة. أيوة. أوكي. أيوة. نعم. أيوة. وبعدين قال لي يعني حتبقى مع عمر إزاز. يعني أنا بس إنه أعمل في المنطقة الثانية وأعمل مع القائد الشهيد عمر إزاز. أيوة. دي خلاص بالنسبة لي أنا صورة يعني صورة لازم تتم يعني. أيوة. الصراع على النفوس في داخل كل منطقة واضح. أيوة. ويعني وصل حد أنه يعني يعني يتكلموا به يعني. أيوة. مثلاً تلقى أيوة يعني في كسلة. أيوة. ذاته يعني تحصل اجتماعات كانت مثلا نقول جاي من المنطقه الرابعه ولا من المنطقه الثالثه ولا كده، وهم ناس كلهم مسؤولين وكلهم في منطقه واحده. ايوه. لكن يجوا عشان يقنعوا انصارهم. ايش كان دوركم لتغييره؟ والله نحن طبعا مناقشات عملنا يعني. طيب شفت كيف؟ ايوه. قعدنا نقعد طبعا نحن. انتوا مين؟ شباب يعني. ايوه. عجي في الاسماء يمكن. هل في قوه منظمه بدات تتوظف في الحته دي في الحوارات دي لا لا ما في قوه منظمه. ايوه. كافراد يعني. طيب وصلتوا لشنو؟ وصلنا قلنا نعمل يعني نعالج الموضوع ده كيف نواجهه عشان اساعدك. انا ايوه. اذكر لي بعض الاسماء اللي كنت تلتقي بيها. والله مثلا الشهيد المرحوم سعيد صابر. سعيد صابر نقابي. ايوه. عبد القادر رمضان. شهيد عبد القادر رمضان. اي شهيد عبد القادر رمضان. أيوة. شهيد حسن باشميل. تجربه المناضل محمود ابراهيم ود الناظر. قادر محمد صالح قلبوب. خادم مقدم عسكريين سياسيين. الاخ حسين. حامد حسين انا اقول. ايوه. حسين من يعني. أيوة. من الشخصيات المتقده في. ايوه. جدا جدا ناقد وكاتب. هو في جماعه من المنطقه الثانيه برضو. ايوه. دي من المنطقه الاولى والثانيه. ايوه ايوه. فهل انتصرت الافكار انت في وجهه نظرك اللي انتم امنتوا بها كجزء اساسي للمؤتمر في داخل المؤتمر، وهل الحزب لعب دور في هذا الجانب؟ والله انا اقول
انتصرت يعني. جميل. أيوة انتصرت جميل. يعني أوكي. لأنه موضوع محدد كان، ما كان يعني زي ما تقول، ما أنت أحيانا تحاول أن تصلح، أيوة. شفت، لكن لأنك ما عارف القضية اللي عاوز تصلحها ذاته، أيوة. تمام، بتخلق مشكلة تانية. أكيد. شفت، فنحن حددنا المشكلة، أيوة. إنه هو انعزال الجيش المناطق دي عن بعضها، بدنا تتوحد. سلام للإنتاج الإعلامي تقدم ملامح من الذاكرة الإريترية عبر سلسلة محاور لثلاثة عقود من العمل النضالي. انتظرونا عبر الروابط التالية.